عبد الله بن الزبير تحت في مكة والحجاز والمنطقة شبه الجزيرة العربية كلها، و عبد الملك بن مروان في الشام، الأمة مقسومة. طب نعمل إيه؟ عبد الملك عبد الله بن الزبير لا يتراجع أبدا، وقعد في الوضع ده 9 سنين أمير مؤمنين، أمير المؤمنين تحت وأمير المؤمنين فوق، الدولة لازم تتحد. عبد الله بن الزبير لا يتراجع، وعبد الملك بن مروان لا يتراجع. الشام بيحبوا جدا الامويين، يعني بيحبوهم جدا جدا جدا، فعندهم يعني قوه عظيمه جدا. وتحت بيحبوا جدا جدا عبد الله بن الزبير، الزبير بن العوام ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج اسماء بنت ابي بكر ذات نطاقين، وحواري رسول الله. الزبير بن العوام ده حاجه عظيمه جدا، صحابي جليل، هو اللي كنا قلت لكم عليه لما حصل فتح مصر مع ابن عمرو بن العاص، هو اللي قاد المساله كلها، كان راجل عظيم جدا جدا رضي الله عنه. طب نعمل ايه بقى؟ هنا هتقول 100 راي. واحد يقول لك نروح نقتلهم بقى ونخلص منهم عشان نوحد الامه. واحد يقول لك لا، نتفاهم ونتفاوض ونتكلم ونعمل، لان ده عبد الله بن الزبير واللي مساندينه دول يعني اكابر الصحابه، واللي باقي من الصحابه او التابعين والتابعين التابعين، يعني ناس كبار مهمين. عبد الملك مروان بعت الحجاج. شوف بقى الكتب هنا تقول لك ايه، عبد الملك مروان يخلع ايده، يقول لك انا ما قلتلوش اقتله. لكن في روايات في الكتب بتقول ايه، ان عبد الملك قال للحجاج اخمد الفتنه كيفما ترى، وهو عارف ده مين، انا بعت سفاح في الحروب، ما عندوش تفاهم الحجاج. فلما اكون بعت واحد بالاخلاق دي واقول له حل لي المشكله كيفما ترى، فيعني اطلقت يده خلاص، قلت له اعمل اللي انت عايزه. فعلا راح عاصر الكعبه مكه يعني، وحصل بقى انه مجموعه عبد الله بن الزبير حصل، مش تقدر تقول حصل نوع من انواع الترخي، ما اقدرش اقول عليه خيانه ابدا، انما نوع من انواع الترخي. لقوا جيش جامد جدا، اسد واقف بره معاه جيش قوي، وهم ما يقدروش يواجهوهم، فتفرقت قوى عبد الله بن الزبير. والقصة الشهيرة بقى انه بقى اخرج لي وانا هسيبك، وعبد الله بن الزبير ما رضيش لانه عارف انه مش هيسيبه، هيقتله على طول.